الو، ازي حضرتك يا استاذ اسامه؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيكي؟ مش ممكن. ممكن ما تقوليش الاسم؟ طب كام سنه؟ تمام 25. مرتبطه؟ متجوزه. متجوزه؟ متجوزه عن حب ولا جواز تقليدي؟ لا، صالونات. صالونات. بقالك قد ايه متجوزه؟ سنه ولما مشيت من بيتي كان بقالي سنه وشهر. ياه، يعني انت ما قعدتيش في البيت بعد سنه وشهر سبتي بيتك؟ اه. وبالك قد ايه سايبه البيت؟ 7 شهور. ياه، عندك اولاد؟ لا الحمد لله. طب احكي لي ايه الحكايه. ما فيش، ما كان خيانه من 7 شهور جواز وحاجات كده غريبه، وكنت بكتشفها وكنت اقعد اتكلم معاه وما كنتش بدخل اهلي، اللي هو يعني انت كده بتخرب البيت وبتخرب الدنيا، فبلاش كده، ما ينفعش. يعني انت اكتشفتي خيانه بعد 7 شهور؟ ايوه. خيانه مسكتيها خيانه واضحه ولا يعني رسائل وحاجات كده؟ رسائل على التليفون. فكنت بقول اللي هو لا وبلاش وما تخربش البيت ويعني ليه؟ وكنت بدخل اهله، ما كنتش بدخل اهلي، بس ده طبعا بعد 3 مرة، يعني اول مره وتاني مره كنت بسامح ما بيني وما بينه. وجيت بعد كده خلاص بقى اللي هو انا مش قادره، فقلت اهله مثلا لما يتكلموا معايا وبلاش. اهله كانوا بيجوا ويتكلموا، كان يكذبني. ومامته طبعا كانت بتقف في صفه وبتنحاز لي. اكيد طبعا. اه، لغايه اخر مره دي بقى ما خلاص بقى تعبت بجد وفوت بيا من كل حاجه. فاتخانقت مع اهله، واهله اتخانقوا معايا قبل ما امشي ب3 ايام. اتخانقوا معاك ازاي بقى؟ خناقه يعني، وزعيق وشتيمه وكده يعني؟ طلعوا مش شتيمه، بس علوا صوتهم في بيتي، واللي هو عيب الخلف منه هو. هما كانوا قايلين للناس ان طول السنه دي بيعالجوني وبيكشفوا لي، بيعملوا لي اشاعات. علشان ايه؟ عشان تخلفي يعني؟ اه. ولما جه عمل العمليه فطبعا اتعرفت قدام الناس وكده ان منه هو مش مني انا. هو كان عنده مشاكل وعمل عمليه. ايوه. فجت بقى لما الناس عرفت وكده وبقوا يجوا، فاللي هو ليه وليه بقى ان انت فاتحه بيتك للناس، ومع ان الناس دي اصلا ولاد عمه مش ناس غريبه. اللي هو انت بتفتحي بيتك ليهم ليه؟ احنا مش عايزينهم، احنا ما بنتعاملش معاهم، دول وحشين. والله وانا دول ولاد عمه وهم اللي جم يزوروني، اقول لهم اطلعوا بره؟ بالظبط، هم كانوا عايزين كده، ان انا لا ما دخلش حد. طب هو جوزك ليه ما طلعش ذكر وقال لهم لا ما تجوش بيتي؟ ما اتكلمش. لا يعني بما ان هم مش عايزين ولاد عمه، مش ولاد عمك، ولاد عمه. أيوه. جوزك نفسه ما تشمللش ليه وقال لهم محدش يجي لي بيتي؟ ولا هم الرجاله ما بتتكلمش وبيصدروا الستات تتكلم لهم؟ بالظبط كده. فراحوا بقى طلعوا اتخانقوا معايا. انا لما عرفت اتضايقت وقلت له ان يعني حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يقول عليا حاجه مش فيا، وانتوا عندكم بنات. ده اللي انا قلته. هم طلعوا راحوا بيقول لهم بصوا انا مش عايز مشاكل، هي زعلانه منكم ان انتوا قلتوا للناس ان انا عامل عمليه بواسير وهي ما كانتش بواسير. فمش عايز اي زعل ما بينكم ومش عارف ايه. راحوا هم بقى اخواته البنتين قعدوا يزعقوا لي، واحنا ولاد عمنا ما بنحبهمش، ولاد عمنا مش كويسين، روحي ترمي في احضانهم، انت بتحبيهم، انت مش عارف. احنا انا مالي بيهم؟ انتوا اللي جبتوهم لحد عندي، انا مش عايزه لا اعرفهم ولا اعرف حد. مع ان انا اصلا كان التعامل ما بيني وما بينهم اللي هو ازيكم ازيكم، وانا بجيب حاجه وخلاص، يعني انا ما كنتش بتعامل. عايز حضرتك اللي هو في المناسبات بروح لهم. انا ما كانش حصل عندي اي حاجه خالص يعني طول السنه دي ان هم يجوني، او هي مره تعبت فيها في رمضان وكنت يعني هم تلككولك بحكايه ابن عمهم ولاد عمهم تقريبا. اه. طيب وهو بعد ما عمل العمليه يعني خلاص خف يبقى جاهز يخلف ولا ايه؟ الله اعلم، بس هو الدكتور قال بعد العمليه يجيني وفي ادويه وفي برضو تحاليل ثانيه. فانا الله اعلم. انت ما تعرفيش لانك مشيتي؟ انا مشيت. اه. بس فاتضايقت منه بقى، اللي هو كان قاعد ساكت سلبي ما اتكلمش، ما قال لهمش اي حاجه خالص. سايبهم ان هم يزعقوا لي وصوتهم يعلى عليا. وانا رحت سبتهم ورحت دخلت الاوضه، ورحت قفلت باب الاوضه عندي ورحت دخلت الاوضه. وبعديها بقى بيومين فجاه اكتشف، تاني يوم على طول ما كانش لسه جه الميعاد، الكلام ده كان الجمعه يوم السبت بالليل، فجاه الاقيه منزل بوست لاخواته اللي ما وقفوش جنبه ولا اي حاجه خالص، وانا اللي كنت قاعده تحت رجليه في العمليه. منزل لهم ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم، وهم ما ساعدوهوش في العمليه ولا وقفوا جنبه ولا اي حاجه خالص. رحت زعلت واتخانقنا، اه، وبعد كده صالحني وخلاص ومش عارف ايه وسكت.
ثالث يوم بقى يوم الحد فجأة اكتشف ان هو لسه بيكلم البنت اللي احنا متخانقين بسببها بقالنا يمكن من ساعة ما اتجوزنا. هنا بقى اكتشفت الخيانة بالظبط كده. فرحت بقى خلاص عارف حضرتك اللي هو ثلاث ايام بقى ضغط وتعب وحاجات كتير. انت واخده بعضك ورايحه لاهلك؟ رحت لما هدومي ورحت ماشي عند اهلي. وقلت لهم بقى الحكايه من اولها لاخرها طبعا. واهلك قالوا لك اقعدي بقى في البيت واحنا هنشوف حل؟ وهو كل ده اول لما جيت هنا عند اهلي انا بفتح البرنامج الترو كولر عشان اشوفه اذا كان بيكلمها ولا لا. فجاه الاقي فعلا بيكلمها. رحت اتصلت بيه رحت قلت له انت مش كويس مش محترم مش معلش سوري في كلمة. انت بتعرفي ازاي من الترو كولر ان هو بيكلمها؟ بيتعرف. يعني ايه مش عارف؟ هو بيتعرف يا استاذ اسامه. ايوه ما انا عندي ترو كولر بشوف فيه النمر اللي بيتكلمني بس بيبان ان في سماعه كده سماعه يبقى الشخص ده بيتكلم في التليفون. بس ما بتقدريش تحددي هو بيتكلم مع مين؟ ما بقدرش احدد. لا الا لو معايا رقمها يعني من اكتر من مره. لو معاكي رقمها بتقومي برضو حاطه رقمها على الترو كولر يبانك ان هي كمان بتتكلم. لو انا مسيبه الرقم. اشكرك على المعلومه. معلومه كويسه جدا. كده مصر كلها تشكرني. خلاص الدنيا اتفتحت على بعض ما بقاش حد عارف يروح في حته خلاص. ربنا يسترها والله. وانت دلوقتي قاعده في البيت ومنفصله عنه؟ عايز اقول لك وصلنا القواضي ومحاكم. انا كنت في بيت بابايا بعديها بشهرين بالظبط رحت بقى رفعت عليه قضيه. فجاه جاي بقى استاذ اسامه بقاله ثلاث ايام لما كسبت النفقه وكسبت قضيه القايمه ناقص بس اللي هو 40 يوم وبعد كده نشوف هيعمل استئناف ولا لا وبعد كده ننفذ الحكم. جاي باعت حد ان هو عايز يرجع. عايز يرجعني بعد ما كسبتي القضيه. طب من الاخر بقى كده انت عايزه ترجعي؟ خلينا بس نفكر بالعقل. انت النهارده خايفه ترجعي؟ انت بتحبيه؟ هو ما اقدرش اقول لك حب بس هو كان تعود كان لكن كتر الاسى بيعلم الجفا ولا كتر مش عارف. يعني انت دلوقتي مش عايزه ترجعي؟ انا ايه؟ من دلوقتي مش عايزه ترجعي؟ انا خايفه يا استاذ اسامه ما بين ما بين لا. يبقى ما ينفعش تاخدي اي خطوه الا لما تتاكدي من مشاعرك اذا كان ولا لا. ولو لو هتقعدي معاه واهلك يقعدوا معاه ويحطوا النقط على الحروف عشان ما تتعرضيش تاني لنفس المشكله من اول وجديد. مشكله كبيره ان كل قفل منه يا استاذ اسامه سبع شهور كان تلقيح على النت. عمل لي بلوك من كل حاجه. لغالي باقه المكالمات اللي كان عاملها لي من ايام الخطوبه. تلقيح بقى عقارب وتعابين ومش عارف ايه وحاجات كده كتير غريبه. فطبعا اهلك متضايقين منه مش طايقينه. طبعا. انا عايزه اقول لحضرتك اخويا الصغير اول لما دخل من باب السقف فضحك بقول له ده بعت لي وعايزنا ارجع راح قال لي عايزه تروح عايزه ترجعي له ارجعي بس البيت ده ما تدخليهوش تاني ولا تعرفينه. وده اخوك الصغير؟ ده الصغير. امال الكبير بقى يقول ايه؟ ده الكبير يعني صايتين مانو صايتين منه. ان انت سبع شهور ما سالت فيها وعملت لها كل ده وكان في خط تليفون هو مديهوني بتاعه كان معايا راح لغاه. طبعا ما يعني زعل تقشيش ما تقعديش تحسبيها بالشكل ده لان هو واحد مديكي خط تليفون وحصل زعل ما بينكم اكيد هيلغي خط تليفون يعني مش هيسيبهولك محبه يعني ده انت رافعه عليه قضيه طلاق. كنت لسه ما رفعتش هو عمل كل ده وانا مش رافعه حاجه. عمل كل ده حضرتك بعد ما مسيت بحوالي اسبوع بالظبط. بعد اسبوع. عموما انت كل اللي اقدر اقوله لك دلوقتي ان انت قبل ما تاخدي اي خطوه لازم تحسبي حساباتك كويس جدا علشان ما تخشيش في خطوه وترجعي تندمي عليها. اهلك لازم يتدخلوا ويكونوا هم اصحاب الكلمه الاولى في العلاقه اللي ما بينكوا علشان هم يقدروا يشرطوا هم يقدروا ياخدوا ده لو هترجعي. انما لو حاسه انك مش قادره ترجعي بصراحه ما ترجعيش لان هي مش عافيه دي حياه ما هياش اكله هتاكليها تبغص لك بطنك شويتين والموضوع هينتهي. لا دي هتقعد تبغص طول العمر فانت اللي هتقرري اذا كنت هتتحملي ده ولا لا.